بنتك الأمورة الله يخلي لك إياها ميرسي. موجودة على السوشيال ميديا. بنتك قبل ما يعني تخلق كان عندها حساب وكان عندها متابعين، صحيح. كان يمكن عمرها 10 أيام، قد كان عندها كم ألف؟ كان عمرها 1 داي وكان عندها 10,000 متابع. شو هيدا الشيء؟ اوريدي انا فتحت لها اياه قبل ما ولد، سو بنهار اللي هي يعني انا خلقت صاروا ال 10,000 متابع موجودين. ليه؟ لانه امها ضمن هيدا ضمن السوشيال ميديا وحبت تعمل اكونت لبنتها ليضل في ميموريز لها للبنت. كيف جابت 10,000 متابع بنت؟ من يوم عندي اكيد اللي بتابعوني انا بيكون عندهم اكيد حب لانه يتابعوا او يشوفوا بنتها دارين لنقول، او هيدا البيبي الجديد شو ممكن تنزلها على صفحتها، فيديوز، تياب، قصص، اكسسوارز، بيكون عنده الواحد حشريه يتابع. فبالتالي اجوا ال 10,000 فولورز هن اللي هلا صاروا 30,000 كمان دارين. الله يزيد. حضرتك مؤثره، بشو انت مؤثره؟ اوكي انا بدي احكي عن الكونتنت تبعولي لانه انا دائما بركز على هذا الموضوع كرمال نطلع بصوره حلوه ولائقه. الكونتنت تبعولي هو تعريفي لكل حدا بتابعني، يعني انا بعمل اعلانات، بعمل دعايات، بصور لمحلات تجاريه، لمؤسسات. هيدا لقلك الكونتنت طلع لك مصاري، بس شو بقدم للاخر؟ العالم عم تحضرني، عم تتاثر فيي لنقول بطريقه جدا ايجابيه، عم بروحوا على المطارح يلي انا عم روحها، فبالتالي انا عم مشي البزنس يلي انا عم روح بصوره. فانا عم بلعب على الدوره الاقتصاديه بطريقه يس بطريقه هيك ايجابيه وعم زغر على قدي. بيجيكي كثير اعلانات؟ ايه اكيد. يوميا تشتغلي؟ ما بدي اسال. صح يوميا بشتغل بالاضافه لشغلي اكيد البزنس، عندي محلين ثياب وعندي كمان براند برفيوم لإلي. ما في حدد قديش انا كل يوم بقدر طلع لانه هذا شيء خاص بالرزقة. اكيد ما بقدر اذكره. بالتالي الحمد لله يعني محبه العالم كثير كبيره دارين، وشغله قد محبه العالم. تنتقدي بصراحه؟ اكيد. يعني ام عم بتعرض بنتها، عم تعرض حياتها، بنتها عمرها يوم، عندها 10,000 متابع، هيدي طفله يعني، هيدي ما بدها يمكن تكون بعدين يعني ما بدي يعني في حدا يمكن بنت 13 سنه بتقول لك انا لا اما انا ما بدي اكون موجوده هلا على السوشيال ميديا، وبدي احكي لك شغله خاصه فيي. انا كنت كثير حب طلع اولادي على السوشيال ميديا. مع الوقت ماما نحن ما بنحب، يعني بنتي كنز، ماما نحن ما بنحب، ما تصورينا، بدي احترم خصوصيتهم. فاللي بدي اقول لك اياه، مش عم بتهمك لانه انا كنت مثلك يوما ما، مش يعني ما عم نتعدى على طفولة أولادنا. أوكي. أول شغلة أنا لشوي وضح موضوع شو بعرض على السوشيال ميديا. تقريبا 80-90% أنا دعايات أكثر من أنه أشياء خاصة. أنا بحدد شو بقدر نزل، يمكن صورة لإلي أو صورة لبنتي، مش كل الوقت أنا عم صور حالي، بالعكس أنا كل الوقت عم بعمل دعايات، بس أنا موجودة بالدعاية مضطرة أني أطلع. بالنسبة لبنتي كنت عم تسأليني أنا عم بفرض عليها هيدا الشيء، ما بعتقد أي أم أو أي باي ما استعمل واتساب او فيسبوك لينزل صوره ابنه او بنته وقت خلق. اوكي لا في ناس كان على الانستغرام رفع ايده عادي. انت عم تنزليها لتطلعي مصاري؟ انا ما حدا بيعرف. سوري نو سوري بعتذر منك. لا بنتي ما خاصه بشغله، بنتي صفحتها ما بيطلع منها مصاري. عم بتروجي لصورها من قبل ما تخلق؟ لحتى افسر لك حضرتك شو ممكن تفهمي. لحظه، صفحه بنتي ما بيطلع منها مصاري، اسمعيني لحتى افسر لك لتكفي. ما هو السوشيال ميديا عشان كله بيلحق بعضه، مش معناتها نزلت صفحه بنتي نونيد لطلع عملها لطلع مصاري. لا ما هي صور البنت بيجيبوا لك فولورز زياده يمكن. شو سؤالك انت؟ هيدا استغلال. لا اقدر اجاوبك عليه. شو السؤال؟ هي ما عم تسال، هي عم تعترض. عم برجع بوضح لك انه مش استغلال، لانه صفحه بنتي هي اونلي فور ميموريز، يعني بس للذكريات. صفحه الشخصيه انا بشتغل فيها على العلن. هن بيلحقوا بعضهم، والا ما كنت عملتي لها 10,000 فولورز. ما بيلحقوا ابدا بعض، مش بنتي اللي جابت لي الفولورز، انا اللي جبت فولورز لبنتي. لما نقول صوره للذكرى هي صورة بألبوم بالبيت للعائلة، ولكن حقك يعني نحن عم نناقشك اكيد واخر شيء وهيدا قرار شخصي. وبس عادل بدك تقول شيء قبل ما نروح عند الدكتورة تركت عليك. انا بدي اقول ما حدا بيعرف انه انا عندي بنت، هي وحدة. اها جاوبك. مصورها يمكن مصورها لحد هلا يمكن شيء اكثر من 3,000 صورة، بترك لها اياهم بس تكبر هي بتقرب بتفتح اكونت هي حرة. هيدا شيء شخصي، ما بحب انا لا بدي احط لها صور على السوشيال ميديا ولا بدي احط صور اي حدا من عائلتي. هذا شيء صح، هذا قرار لها شخصي، وانا كمان قرار شخصي. انا ما بحب. انا